من جريدة الجمهورية، الرئيس السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة ويحضر اختبار كشف الهيئة للطلبة المتقدمين، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، حضر اختبار كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ناقش عددا من الطلبة المتقدمين حول بعض القضايا على المستويين الداخلي والخارجي، وحول تطلعاتهم المستقبلية للانضمام لجهاز الأمن والمشاركة في صون أمن البلاد، لا سيما في ظل ما طرأ على مجال العمل الأمني من تطورات خلال الآونة الأخيرة ارتباطا بالأحداث العالمية والإقليمية. لا تفاصيل أكثر عن هذا الخبر معنا عبر الهاتف اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق وعضو مجلس الشيوخ. سيادة اللواء صباح الخير لحضرتك. عليكم جميعا تحياتي لك ولغرفة إعداد. تحياتنا لحضرتك. يعني جيل جديد يستعد للالتحاق بأكاديمية الشرطة، اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة الطلبة المتقدمين لكلية الشرطة حول القضايا الهامة على المستوى الداخلي والخارجي، يعني هذا المشهد حضرتك بتراه ازاي؟ شوفي حضرتك، هو ده تجديد جديد ما كانش موجود في فترة سابقة، ان السيد رئيس الجمهورية يحضر بنفسه كشف الهيئة او كشف او المناظرة الاخيرة للطلبة المتقدمين لكلية الشرطة او الكلية الحربية. فاول امس كان في الكلية الحربية وامس كان في كلية الشرطة، فده دليل وراشد على ان السيد الرئيس مهتم بالجيل الجديد الذي سينضم الى الكليات العسكريه او كليه الشرطه، وهذه هي مصنع ارتجال وتحصيل الشخص المدني، شخص منضبط عسكريا واخلاقيا وبيزرع حب الوطن و الإتمام الكامل في المواقف التي تتطلب منه أنه يكون على وعي كامل. فمن هنا حتى السيد الرئيس على أن يشاهد نفسه وفجأة على في الكلية الحربية وفي كلية الشرطة ليرى بعينه كيفية الاختيار ويشاهد كيف يتم ذلك ويكون درسا لكيفية الاختيار. ولم تقوم رئيس الجمهورية بهذا سنويا، فهذا دليل على أن هناك حرص من سيادتكم على حسن الاختيار وأن يكون هناك دليل أمام القائمين على الاختيار أن يختاروا بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة التي تكون تشهد حب هذا الوطن وفي اختيار للمستقبل. سيادة اللواء فاروق المقراحي، مساعد وزير الداخلية، وإحنا نتحدث عن هذا الموضوع وهذه الزيارة، الحوار تناول أيضا مبدأ سيادة القانون لفرض النظام، وكان هناك حديث عن وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن الجزء ده بالتحديد لأن هو وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان قد تفسد العلاقة بين جهاز الأمن وبين المواطنين، كيف ترى هذا الموضوع؟ شوف، هو فعل السيد الرئيس حديثه مع طلبة أو الصابرين أو الطلبة الذين سيتم الاختيار من بينهم الضباط الغد سواء كان القوات المسلحة أو الشرطة. فبالنسبة لهذا الموضوع بالذات، هو علاقة الطالب بالقانون وعلاقة الطالب بمواقع التواصل الاجتماعي، فهذا مهم جدا، لأن إلمام الطالب بالمراحل القانونية وهو داخل على الكلية في الشرطة بيأهله إن هو يكون واسع الأفق وعنده القدرة على الإلمام بالمواد القانونية التي سيدرسها داخل الكلية.
دي نمره واحد. اما بالنسبه لمواقع التواصل الاجتماعي فانها ممكن ان تكون مصدرا للشائعات ومصدرا للمعلومات الخاطئه ومصدرا لاحداث الفتنه او الفقيعه ما بين المواطن وما بين رجل الامن. ومن هنا كان الحرص على ان يكون افق الطالب قوي ومزود بالمعلومات التي تحول بينه وبين ذلك، بالاضافه الى ان مواقع التواصل الاجتماعي وتطورها هذا التطور الرهيب اصبحت احدى الوسائل من وسائل الحرب الحديثه ومصدر من مصادر بث الشائعات ومصدرا من مصادر القلق القومي للمواطنين. بنشكرك يا فندم، شكرا جزيلا سيادة اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الخير عليك.